بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة جاية في توقيت مهم جدا، لأنها قبل موعد اللقاء المرتقب بين الوداد الرياضي المغربي والأهلي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 90 دقيقة تفصل الأهلي عن اللقب الإفريقي الغالي. مباراة صعبة، مباراة الكل يتوقع أنها ستكون قوية جدا، ومباراة جماهيرية في المقام الأول نظرا للشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها الفريقين. وإن كان شعبية الأهلي بالتأكيد مش داخل مصر فقط، ده كمان خارج مصر. حلقة الترند النهاردة هتكون كالعد التنازلي. قبل هذه الموقع المهمة هنرصد بالصوت والصورة كيف يستعد الأهلي في هذه اللحظات لمواجهة الوداد، آخر الترتيبات الأمنية وآخر الترتيبات الفنية للمسؤولين في المغرب في استقبال الأهلي اليوم على مركب محمد الخامس، الحضور الجماهيري، جاهزية مركب محمد الخامس، طاقم التحكيم اللي هيدير لقاء اليوم، الحضور الجماهيري لجماهير النادي الأهلي أيضا في مركب محمد الخامس. كل التفاصيل النهاردة هتتابعوها من خلال برنامج الترند، وقدر الإمكان هنعيشكم في الحدث قبل أكتر من حوالي 5 ساعات على موعد هذه المباراة الهامة جدا اللي هتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة جدا، نظرا لأنها تجمع فريقين وصل للنهائي العام الماضي وتكرار من جديد لنهائي العام الحالي، ولكن النتيجة والأداء والمستوى أكيد بنسبة كبيرة سيختلف عن نهائي العام الماضي نتيجة اختلاف كل المعطيات التي نظم فيها نهائي دوري الأبطال العام الماضي بالمقارنة بالعام الحالي. نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف توقعات حضراتكم بدري كده، عايزين نعرف توقعاتكم إحساسكم لنتيجة مباراة الأهلي والوداد الليلة، ومين ممكن يسجل الأهداف. تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحات القناة من خلال السوشيال ميديا، سواء صفحة الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام. ولكن خلونا نبدأ بسرعة كده بأهم العناوين في ترند الأهلي. أفريقيا يا أبطال، وكمان الأهلي على بعد 90 دقيقة من اللقب ال11، وأخيرا وعلى بركة الله طبيب الأهلي يعلن جاهزية جميع اللاعبين. استعراض مباراة اليوم، اليوم هو اليوم الختامي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي تجمع الوداد الرياضي المغربي مع الأهلي على مركب محمد الخامس في كازابلانكا. المباراة ستقام بإذن الله في 10 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت المغرب. الأهلي سبق ليه الفوز في المغرب 4 مرات على مركب محمد الخامس. الأهلي سبق ليه الفوز على الوداد الرياضي المغربي 2 مرات، مرة في مركب محمد الخامس قبل 2 عامين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومرة في ملعب مولاي عبد الله بحضور 60,000 متفرج. بإذن الله النهاردة يكون الانتصار الثالث على الوداد في كازابلانكا، ويعود الأهلي بإذن الله منتصرا وفائزا بدوري أبطال إفريقيا. فاصل ثم نواصل. لحظات تركيز، استعداد، تحدي من أجل الهدف والفوز بالبطولة بإذن الله. وأكيد الهدف اللي كلنا بنشتغل عليه السنة دي الفوز بدوري أبطال إفريقيا، البطولة اللي مرت بمنحنيات وبصعوبات وبمطبات كتيرة جدا، ولكن قدر الأهلي يفرض قلمته في دوري أبطال إفريقيا هذا العام. يمكن على مدار مشوار البطولة البداية كانت صعبة، البداية بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي، وقدر الأهلي يعود من تونس بنتيجة إيجابية وسجل خارج الديار، سجل في تونس ثم تأهل الأهلي إلى دور المجموعات. وكانت المواجهات الصعبة بالنسبة له مواجهة صن داونز خارج القاهرة، والمباراة التي أقيمت في بريتوريا، وهذه المباراة تحديدا كانت بمثابة نقطة الانطلاقة لصالح النادي الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية، رغم أن هذه النتيجة التي خسرها الأهلي في بريتوريا كانت كفيلة بإنهاء موسم كامل لجيل كبير جدا من اللاعبين، أو حتى لأجهزة فنية في أندية ممكن تكون أندية كبيرة بنفس مقدار ومكانة النادي الأهلي. الأمر الثاني كمان إنك خسرت من الهلال السوداني في بداية مشوار دور المجموعات،
وهي المباراة الوحيدة التي خسرتها خارج القاهرة ولم تحرز فيها أهداف، ولكن بالمقارنة بباقي المباريات الأهلي أحرز أهداف في جنوب إفريقيا، الأهلي أحرز أهداف في الكاميرون، الأهلي أحرز أهداف في تونس، الأهلي تعادل سلبياً في المغرب ولم يخسر أمام الرجاء وتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي، وجاء الآن الدور على المباراة النهائية واللعب مع الوداد الرياضي المغربي، والذي سبق أن خسر من الأهلي في اللقاء الأول بنتيجة 1-2، وبالتالي الأهلي يتقدم في النتيجة ومكسب مهم جداً قبل لقاء العودة. وبالتالي هذه البطولة من خلال سرد للنتائج كانت بطولة فيها مطبات صعبة جداً، ولكن لأن الأهلي هو الأهلي كان من أوائل الأندية المرشحة للوصول إلى النهائي بعد أن تخطى دور المجموعات وتأهل لمرحلة الدور ربع النهائي. الأجواء النهاردة في المغرب أقدر أقول يمكن دلوقتي في ما يقرب من حوالي 10,000 مشجع مغربي موجودين داخل مركب محمد الخامس. الملعب تم فتح كل البوابات والنوافذ الخاصة بدخول الجماهير منذ حوالي ساعة ونصف، ويمكن الآن عدد كبير جدا من الجماهير المغربية تصل إلى مركب محمد الخامس، ومعترض يعني متوقع أن النهاردة هيكون في ما لا يقل عن 45 إلى 50 ألف مشجع في مركب محمد الخامس. زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي دي لقطات حية من أمام فندق إقامة فريق النادي الأهلي، وعدد كبير من جماهير النادي الأهلي تقف انتظارا لخروج الفريق استعدادا لتشجيعه ومساندته ومؤازرته من مقر الإقامة حتى ملعب المباراة. مركب محمد الخامس لا يبعد عن هذا الفندق سوى بحوالي 5 دقائق، يعني بالعربية أو بالحافلة 5 دقائق أو 7 دقائق بالكتير، لو رحت كده ماشي على رجليك يعني توصل في حدود حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، المسافة مش بعيدة. يمكن الأهلي موجود في وسط العاصمة في كازابلانكا، ويمكن الفندق ده كانت من الفنادق اللي دايما الاتحاد الإفريقي بيقيم فيها قبل المباريات الحاسمة في مركب محمد الخامس عشان قرب الفندق الإقامة من ملعب المباراة. بشكل عام الأجواء هناك الحمد لله لغاية دلوقتي أجواء كويسة جدا، ونتمنى تكون الأجواء مهيئة اللي احنا نشوف مباراة فنية على أعلى مستوى، وبإذن الله الأهلي يتوج بالبطولة رقم 11. ولكن مزيدا من التفاصيل، مزيدا من الأخبار، ما هي آخر التطورات في كازابلانكا؟ نطير مباشرة إلى زميلنا العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا أمام فندق إقامة فريق النادي الأهلي. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا والأعظم جمهور في الدنيا جمهور النادي الأهلي. أنت في قلب الحدث وشايف كل التطورات والأجواء حواليك، طمنا النهاردة الفريق أخباره إيه؟ البرنامج اليوم النهاردة الدنيا ماشية إزاي؟ الحضور الجماهيري اللي أنا شايفه من امبارح من وقت ما اتحركت ورحت مركب محمد الخامس للتدريب الأساسي، وبعد ما رجعت الجماهير فضلت على طول منتظرة أمام الأوتيل، والنهاردة أنا شايف نفس الصورة وكأن الجماهير ما بتروحش حتى تخلد للنوم والراحة، لا الناس موجودة عشان تطمن على الأهلي أول بأول. بالتأكيد طبعا يا محمد، يعني على بركة الله بشيء الله بنتمنى كل التوفيق للعبتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله، رجالة في الملعب 90 دقيقة قتال على الكورة، حماس شخصية، كل ده مطلوب من لاعبي النادي الأهلي النهاردة، لأن الحقيقة جمهور النادي الأهلي بيدي رسالة عظيمة جدا كالعادة. طبعا يعني التوافد زي ما قلنا الحقيقة على مدار 48 ساعة الماضية، اللي جاي اللي بيجي من أوروبا اللي بيجي طبعا من الخليج، كل طبعا جمهور النادي الأهلي توافد. وعايز أقول لك كمان يعني ال 2500 تذكرة اللي تم تخصيصها لجمهور النادي الأهلي، يعني أقدر أقول لك حاجات بسيطة جدا مطبقية من هذه التذاكر، إن شاء الله بإذن الله نشوف العدد الكامل لجمهور النادي الأهلي في المدرجات. وهو الجمهور عندك يا كريم، أنا شايف صور حية. يعني جمهور النادي الأهلي عايز أقول لك قاعد قدام الفندق، مش عايز بالظبط يا محمد بالظبط، جمهور النادي الاهلي يعني قاعد قدام الفندق على طول بينتظر لعيبه النادي الاهلي، لما بتشوف الهتاف والحراره الكبيره جدا في التحيه لكل لعيبه النادي الاهلي، وهي بتركب الحافلات بتنطلق الى الملعب بتتوجه الى فندق الاقامه، امور كثيره جدا 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 ومسؤوليه كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، لان جمهورنا اكيد محتاج الفرحه، هيآزر وهيدعم في المدرجات بهتافه وحماسه الكبير جدا. ينقصنا ان شاء الله باذن الله تركيز لعيبتنا اللي منتظرينهم بمشيئه الله للتشكيل المميز اللي ان شاء الله باذن الله يتم اختياره على اكمل وجه من مستر كولر اللي حضر بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه. امور الحقيقه على مدار الايام الماضيه محمد كلها كانت في مصلحه النادي الاهلي، سواء فندق الاقامه زي ما اكدنا وقلنا، يمكن طبعا امنيا هنا بالنسبه لفندق الاقامه التامين بالنسبه له احسن بشكل كبير، لكن يعني اكيد بيبقى في بعض الامور، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي النادي الاهلي مش مركز فيها خالص. النادي الاهلي عنده هدف وحيد هو العوده من هنا بمشيئه الله بالبطوله ال11. طب بالنسبه لهذه اللحظات يا محمد، يعني تعرف طبعا زي ما اكدنا وقلنا
اتفضل يا محمد اتفضل. بالنسبة لبعض الأمور، امبارح والنهاردة شفنا أخبار كتيرة إن كان في حالة صخب جماهيري من جماهير الوداد حول الفندق والإقامة، كانت في هتافات، كانت في يعني ألعاب نارية، هل الكلام ده حقيقي؟ هل الكلام ده حصل؟ هو كان حصل في بعض الفترات في السنوات الماضية، لكن المرة دي هل الأمر كان موجود؟ هل كان في تدخل للشرطة؟ لأن النهاردة كل المواقع بتتكلم على الموضوع ده، وانت بقى عايش جوه الاوتيل وموجود مع الفريق، فتقدر تقول لنا هل الاخبار دي صحيحه، هل الاخبار خاطئه، هل تم تضخيمها؟ يعني اكيد الاجابه كلها معاك. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني انت عارف مصداقيتنا ومصداقيه قناه النادي الاهلي الحقيقه في البطولات الافريقيه تحديدا بيكون امر مهم جدا. يعني هبدا معاك يا محمد، لا الحقيقه جمهور الوداد ما كانش فيه العاب ناريه كما ذكر، لكن تواجده الحقيقه طبعا بالسيارات بالكلاكسات المعتاده يعني بشكل مستمر طبعا بيكون بتسبب ببعض الازعاج، لان التوقيت متاخر شويه. يعني انت عارف طبعا 3-4 هنا طبعا بتوقيت المغرب لعيبه النادي الاهلي بتكون نايمه، لكن يمكن حصل هذا الامر امس تحديدا لاكثر من ساعه، يعني مش نقول اكتر من كده، لكن في خلال الساعه كان في بعض طبعا الامور الخاصه، لكن طبعا انت عارف مش هنقول كل جمهور الوداد، لان طبعا بيكون في قله متواجده طبعا بتكون بتحاول ان هي شايفه ان ده ممكن ياثر شويه على لعيب النادي الاهلي. لكن يعني انت عارف يا محمد، مهما كانت التحديات بالنسبه للاعبين، مهما كانت الازعاج، اي حاجه هتحصل للنادي الاهلي عنده هدف، وزي ما باكد لك ده اللي مطمنا جدا من لعيب النادي الاهلي من البدايه الحقيقه، من المطار، من بعض الامور الحقيقه ما وصلنا الى الدار البيضاء في اول يوم وشفنا بعض الامور كده طبعا في المطار، مش عايزين نتكلم عليها بالتفاصيل، لكن كل الامور دي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مش مركزه فيها خالص، مركزه في المباراه، مركزه في تعليمات كولر، مركزه ايضا كمان في حديث الكابتن محمود الخطيب كالعاده، القيمه الكبيره جدا لكل لعيب النادي الاهلي اللي بيحفزهم وبيقول لهم ان جمهور النادي الاهلي وراكم، جمهور النادي الاهلي واعي بشكل كبير، جمهور النادي الاهلي مستني الفرحه، مصر كلها مستنيه الفرحه. عشان كده بقول لك يا محمد، يعني التحدي كبير ومهم جدا النهارده للاعبين. الحمد لله لعبتنا في كامل لياقتها الذهنيه والبدنيه الفنيه الطبيه، كل الامور دي الحمد لله مطمنانا بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي دوره كبير في المدرجات، لان احنا اكيد كالعاده هنقابل كثافه جماهيريه كبيره. جمهور الوداد يعني بيتوافد من امام فندق الاقامه متوجه الى مركب محمد الخامس، هي تفتح طبعا الابواب الخاصه بالجماهير قبل انطلاق المباراه بثلاث ساعات، فيا رب ان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون مؤمن بشكل مميز جدا. وده الحقيقه اللي بيقوم بيه الكابتن حسام غالي كرئيس للبعثه، العميد علاء صلاح ايضا كمان المنسق الامني بيحاول ان هو كل الامور الترتيبيه والتنظيميه في اماكن الجمهور النادي الاهلي، اماكن ايضا كمان كل اللاعبين اللي يكونوا خارج القائمه، الامور دي بتكون مهمه جدا. فيا رب ان شاء الله محمد الترتيبات والاجواء وتدريب الامس الحقيقه يمكن كمان كان مهم جدا، كولر ختم التدريب بركلات الترجيح، الراجل ما بيسيبش حاجه محمد، عشان كده بقول لك راجل مركز جدا. ياسين المكاري الحقيقه قام بدور مميز جدا على مدار الايام الماضيه. يتبقى لنا التوفيق، يتبقى لنا دعوات دعواتكم طبعا، ويتبقى لنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. طيب قبل ما انتقل لضربات الجزاء الترجيحيه، واكيد ده شغل بقى خاص بالجهاز الفني، الاجتماع الفني ما اسفر عنه امبارح من نتائج، هل في ازمه في التذاكر؟ هل جماهير الاهلي كلها اللي موجوده حاليا عندك وموجوده في المغرب حصلوا على التذاكر اللي هتكون مخصصه للجماهير، ولا في ازمه في مساله الحضور الجماهيري؟ كمان المكان اللي هيكون فيه جمهور الاهلي، المقاعد اللي هيقعدوا فيها في مركب محمد الخامس، هل تم تحديدها ولا ما اسفر عنه الاجتماع الفني بالامس؟ لان اكيد في تفاصيل محتاجين برضو نوصلها لجماهيرنا، ان ان شاء الله باذن الله كل الامور ماشيه بشكل كويس جدا وتم التنسيق ليها بشكل رائع. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني زي ما اكدت لك قلت لك الدور الاداري بيكون مهم جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب ايضا كمان الكابتن حسام غالي مجلس اداره بالكامل كابتن سعد عبد الحفيظ كابتن سمير عدلي الحقيقه ما بيسيبوش اي شيء. لا عايز اكد لك ان جمهور النادي الاهلي بمشيئه الله كل التذاكر هتكون معاه، العدد المتاح اللي خصص لينا هيتم طبعا طرح التذاكر لكل الجماهير المتواجده، ويمكن الجماهير كمان بتتوافد في هذه اللحظات، وده امر مهم جدا، لان خلاص انت عارف مع كل ساعه الوقت خلاص بيقل، لكن بنشوف كثافه الحقيقه من الجماهير، ويا رب ان شاء الله لو العدد زاد شويه بنعمل ايضا كمان ان يكون ليهم دخول في الملعب حتى ولو العدد زاد حاجه بسيطه جدا. طبعا انت عارف يا محمد الجاليه المتواجده هنا حابه ان هي تكون متواجده بكثافه في المدرجات، لكن احنا ملتزمين وجمهور النادي الاهلي ملتزم والنادي الاهلي ملتزم بالاعداد، فده امر مهم جدا. بالنسبه للمكان المخصص لجمهور النادي الاهلي وايضا كمان كل افراد البعثه اللي هتكون خارج القائمه هيكون خلف طبعا دكه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي يكون ناحيه اليمين، هيكون النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي والبعثه في خلفه مباشره عشان يسهل شويه عمليه التامين، وده يمكن كانت امور مهمه جدا تم مناقشتها في الاجتماع الفني. ايضا كمان المسؤول الامني او الجانب الامني المغربي الحقيقه كان في تفاهم كبير جدا في هذا الامر، فعشان كده ان شاء الله منتظرين هذه الامور تتم بالفعل مجرد وجودنا في استاد مركب محمد الخامس، زي ما تم الاتفاق على المكان يخصص لجمهور النادي الاهلي، بعثه النادي الاهلي بالكامل تؤمن بشكل كبير جدا في المدرجات. متفائلين يا محمد وعندنا ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما باكد لك وبقول لك مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات، هو هدف وحيد بمشيئه الله، فرحه مصر ان شاء الله تكون عن طريق النادي الاهلي.
طيب عايز أكد برضه على نقطة مهمة، ويمكن برضه هشوف كريم إيه التفاصيل اللي عنده، لأنه أكيد عايش في الحدث أكتر مني. يمكن لغاية اللحظة دي يا جماعة لم يتحدد بشكل رسمي مين المسؤولين من الاتحاد الإفريقي اللي هيكونوا حاضرين النهاردة. يعني الطبيعي والمنطقي النهاردة يكون رئيس الاتحاد الإفريقي وصل للمغرب لتسليم كأس البطولة والميداليات. لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها معاكم مفيش أي خبر أو في أي فيديو أو صورة يعني تؤكد ان رئيس الاتحاد الافريقي هيكون موجود في المغرب. اللجنه التنفيذيه، عدد من اعضاء اللجنه التنفيذيه برضو يعني جرى العرف ان خلال السنوات اللي فاتت بتبقى في فيديوهات، في كواليس، في اخبار بيتم طبعا نشرها بشكل رسمي عن وجود كل المسؤولين من الاتحاد الافريقي. نفس الامر وجود جياني انفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي. كل المعلومات دي لغايه اللحظه دي مش واضحه. الشيء الواضح اللي انا تاكدت منه بشكل رسمي إن الشركة الإيطالية المنظمة لدور السوبر عشان هتستعد لمثل هذه المباريات بعد 5 شهور موجودة في المغرب منذ الأمس عشان بتعمل بروفات على فكرة تنظيم هذه الأحداث، ولكن من خلال الشركة الإيطالية بعد 5 شهور. كريم لو عندك يعني معلومات، إن أنا حاولت أعرف هل مسؤول من الفيفا من الكاف رئيس الكاف موجود، لو أنت عندك تفاصيل قول لنا بقى، وأنت أكيد عايش في قلب الحدث أكتر مننا. عفوا يا محمد السؤال الخط معلش الخط راح وجه معلش السؤال تاني يا محمد. طيب يعني باختصار رئيس الاتحاد الافريقي اللجنه التنفيذيه، هل في اي مسؤول من قيادات الكاف موجوده في المغرب وصلت؟ لان لغايه النهارده الصبح ما فيش اي معلومات خالص عن وصول يعني مسؤول الاتحاد الافريقي. بالتاكيد يا محمد والله يمكن حاولنا ان احنا بنتكلم في هذا الامر وحاولنا ان احنا يعني يبقى عندنا معلومه في هذا الامر. الحقيقه يمكن حتى هذه اللحظه محمد نفس المعلومه اللي عندك هي اللي عندي، مفيش حد وصل حتى هذه اللحظه من المعلومات، لان احنا بنتابع الحقيقه للصحف المغربيه والاخبار المغربيه، لكن منتظرين يمكن يكونوا على قبل المباراه مباشره ممكن يكونوا متواجدين، لكن حتى هذه اللحظه لم يعني يتم تداول الخبر بهذا الامر وصول رئيس الاتحاد الافريقي وصول اي شيء اي مندوب من الفيفا. حتى هذه اللحظه محمد لم تصلنا اي اخبار بهذا. طيب الجزء الأخير بقى، متى تتحرك البعثة إن شاء الله إلى مركب محمد الخامس؟ البرنامج اليوم النهاردة الأمور ماشية بشكل كويس، التغذية، المواعيد الخاصة، الفريق يصحى إمتى، مواعيد الفطار، الغداء، يعني كل الأمور التنسيقية. والنهاردة كمان السفارة ومعالي السفير آخر زياراته لإدارة النادي الأهلي النهاردة فندق الإقامة. يعني بالتاكيد يا محمد طبعا انت عارف اليوم الاعتيادي بالنسبه للمباراه كلها طبعا بتكون مخصصه بدقه كبيره جدا من جانب التغذيه. النهارده يمكن كان فطار النادي الاهلي في العاشره صباحا، وجبه الغداء هتكون في الثالثه، طبعا كل التوقيتات يا محمد بتوقيت كازابلانكا. يمكن المحاضره الفنيه الاخيره هتكون هنا في فندق الاقامه في تمام الساعه 5:30، ومنها مباشره الى مركب محمد الخامس. محدد طبعا موعد التحرك 6:00 بتوقيت كازابلانكا. الملعب قريب جدا جدا يا محمد من فندق الاقامه، يعني من 4 لـ5 دقائق، لكن مع التكدسات اكيد في تحرك فريق للنادي الاهلي ووجود جمهور النادي الاهلي وايضا كمان توافد جمهور نادي الوداد ممكن يكون يستغرق من 5 لـ10 دقائق. المسافه قريبه جدا، يعني ان شاء الله باذن الله نصل قبل انطلاق المباراه بـ1:30، هو البروتوكول الخاص بالبطوله الافريقيه او باللجنه المنظمه. الامور طيبه جدا يا محمد، بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا في كل المجموعه المتواجده معانا من الجمهور، عندهم دور مهم جدا ان شاء الله يقوموا بيه، ودور لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اكبر يكلل بالنجاح النهارده اليوم، وتكون فرحه كبيره يا محمد عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي. بإذن الله. كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك ولكل أفراد البعثة، وبإذن الله ربنا يكرم الأهلي النهاردة في أداء مباراة قوية جدا يقدر يكسب. الواحد متفائل، الواحد عنده ثقة إن الأهلي هيقدر يكسب ويرجع ببطولة إفريقيا، لأن في حاجات كتيرة جدا ممكن نبني عليها عوامل الثقة اللي عند جماهير الأهلي أو حتى الإعلام المصري في الفترة الأخيرة، ولكن كل شيء بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يكرمنا في 90 دقيقة، وفي النهاية نتمنى التوفيق. ممكن تعمل كل اللي عليك، لكن التوفيق لا قدر الله ممكن ما يكونش محالف ليك، فنتمنى يا رب بإذن الله يكون التوفيق النهاردة حليف فريق النادي الأهلي. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب مباراة النهاردة أكيد إحنا بنتناول الحديث الإعلامي والحديث الجماهيري والترتيبات الفنية أو الإدارية الخاصة بإقامة هذه المباراة في مركب محمد الخامس، ولكن في جانب فني مهم جدا على كيف سيواجه الأهلي فريق الوداد، وكيف يستعد الأهلي كيف يستعد الوداد لملاقاة الأهلي في ظل معطيات نتيجة لقاء الذهاب واللي انتهت بفوز الأهلي 2-1. على طول نروح لأحد المحللين الفنيين الرائعين جدا في الفترة الأخيرة الأستاذ أحمد الحنفي، لأن عنده تفاصيل فنية مهمة جدا على معطيات مباراة النهاردة بناء على نتيجة لقاء الذهاب.
ابو حميد، مساء الفل عليك، ازيك؟ ازيك يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل متابعين قناه الاهلي وبرنامج الترند. ان شاء الله باذن الله نفرح النهارده باذن الله. يا رب باذن الله. طيب عايز اعرف منك معطيات لقاء النهارده، وكيف يستعد كل فريق لمواجهه الاخر في ظل نتيجه لقاء الذهاب، لان لقاء الذهاب نتيجته اكيد هيكون عامل مهم جدا في التحضير الفني لكل مدرب. خلونا طبعا نتكلم في البدايه، الماتش طبعا مش سهل. الوداد فريق قوي، فريق بيلعب في الفترة الأخيرة بقوة جدا، دوت تاني نهائي للوداد على التوالي. الأهلي السنة اللي فاتت خسر من الوداد في أجواء كانت شبه بالنسبة لنا إحنا كأهلاوية على الأقل ما كانتش عادلة تماما. السنة دي الوضع مختلف شوية، إحنا كمتفائلين أو أنا كأهلاوي مع الجزء المتفائل ده الأسباب، لأن الأهلي في مباراة القاهرة أظهر إن هو أفضل على مستوى الجودة، على مستوى اللاعبين، على مستوى الأفراد، على مستوى المنظومة. الحقيقة الأهلي تفوق على الوداد بشكل كامل في مباراة القاهرة هنا، وكان يستحق نتيجة أكبر من اللي هو خرج بيها لولا الحظ وشوية فرص ضايعة على شوية أسباب تانية. الأهلي ما توفقش إن هو يقدم نتيجة أفضل من 2-1. ماتش النهاردة ماتش مش هنقول سهل، ماتش صعب جدا على النادي الأهلي. الأهلي محتاج يكون هو صاحب الشخصية الأقوى في الجيم، محتاجين خبرات لعيبه النادي الاهلي هتفرق جدا النهارده، انك تقدر يا محمد تتعامل مع الضغوط اللي انت هتتعرض لها. مطلوب منك تكون اهدى دايما من لعيبه الوداد، انت اللي كسبان في القاهره، الوداد هو اللي عليه الضغط الاكبر. عجبني جدا كلام مستر كولر وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي عن الجزئيه دي تحديدا، احنا اللي كسبانين في القاهره، احنا الضغوط اكتر على لعيبه نادي الوداد، واتمنى ان خبره فريق النادي الاهلي تديله الغلبه في الجزئيه دي، ان انا اقدر نفسيا اتعامل مع الجيم بشكل افضل، لان ده هيفرق جدا جدا مع لعيبه النادي الاهلي. النهارده ماتش الجزء الشخصيه هيلعب فيه بشكل كبير جدا 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 بالنسبه للفريقين. ماتش النادي الاهلي النهارده محتاج ان احنا نعرف ايه اللي النادي الاهلي المفروض يعمله، ايه اللي النادي الاهلي المفروض يتلاشاه. اللي النادي الاهلي مطلوب يعمله النهارده ان النادي الاهلي يكون مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه. نتيجه 0-0 مزعجه جدا لينا. انت بتروح في الجيم في اوقات متاخره بصفر ديت، لازم تبقى عارف ان تركيزك لازم يزيد. يعني المنطقي ان الماتش كل ما بيمشي كل ما بدنيا بتقل كل ما تركيزك بيقل. لا، النهارده لازم كل ما الماتش 0-0 تحديدا يمشي في الوقت تركيزك يكون زايد في الجيم، لان اي هف واي غلطه ممكن تكلفنا كتير. الاهلي النهارده لازم يكون فعلا من وجهه نظري الاهلي اقوى، الاهلي منظومته اقوى وافراده اقوى. لو كوره محمد الاهلي يكسب، وانت شفت الاهلي لما لعب كوره هنا في القاهره ايه الفروقات اللي ظهرت. الاهلي كان لعب شوط اول تحديدا مرعب في الكوره، رتم مرعب، ضغط عالي على فريق الوداد، تحكم تام بالكوره. فالاهلي كوره افضل من الوداد. الاهلي لازم يكون في اوقات في الجيم عنده مباخته للوداد، محاوله ان انا احاول اسجل، انا مش هركن على 0-0 لان 0-0 دي نتيجه خطر، وتحديدا انت افضل، فليه ما احاولش ان انا اكون فعلا اقوى من رده الفعل. مطلوب من النادي الاهلي ان هو في ماتش النهارده يستغل ربع الفرصه. استغلال الفرص ده عامل مهم جدا في الماتشات اللي زي الاهلي والوداد في المغرب دي. مطلوب انك تكون تستغل ربع فرصه، فكره انك تروح بعدد فرص كبير وما تسجلش منه زي ما شفنا هنا في القاهره. طبعا اعتقد ان ده مش مطلوب تماما. طيب في المغرب. طب ابو حميد، هل ممكن الوداد يغير طريقه اللعب؟ واكيد هو محتاج يكسب فاكيد هيغير طريقه اللعب، ولكن ممكن يغير في المراكز، في الافراد، في التشكيله اللي لعب بيها لقاء الذهاب؟ اعتقد ان المدرب البلجيكي سيفيان مش هيغير في شكل الترجي حاجه، هي 4-4-2 اللي بقى من ساعه ما جه هي اللي هيلعب بيها قدام النادي الاهلي. ولكن قوه الترجي في 4-4-2 ديت في سامبو اللي هو بيعتبر محطه كبيره جدا لكل لاعب الوداد. الوداد مش فريق لعب كوره، يعني ما تشوفش بناء اللعب في الوداد تحس ان هو فريق بيحاول يطلع على الارض او بيحاول يديك جمله في الملعب شكلها حلو، بس الوداد عنده في الكرات الطوليه خطير جدا. شفنا ده في ماتش القاهره ان الوداد بيلعب لونج بول لسامبو اللي هو بيطلع زهير المترجى او ايمن الحسوني، فبتظهر بتظهر خطوره الوداد من الحته دي. فلازم ناخد بالنا من الكرات الطوليه والعرضيه الاثنين. الترجي خطير، الوداد خطير جدا جدا فيهم. الوداد في الكرات اللي هي الكرات الفاول اللي على حدود منطقه الجزاء دي بيكون خطير جدا جدا فيها، فلازم نكون واخدين بالنا من الجزئيه دي. اما على مستوى التشكيل اعتقد ان مش هيشهد تغييرات كتير عن تشكيل القاهره. هيكون موجود سامبو وزهير المترجي في قلب الهجوم، 4 برضه في نص الملعب، قلب الدفاع زولا والعملود ويحيى عطيه الله. اعتقد مش هنشوف تغييرات كبيره في تشكيله الوداد النهارده. معنى كده انك مش مقتنع بالاخبار اللي طالعه من المغرب او بتصريحات زيفين فاندن بروك ان زهير المترجي غائب للاصابه.
يعني انت بتثق ان هو جاهز رغم تصريحات المدير الفني؟ انا اعتقد ان هو جاهز، يعني هو موجود في قائمه المباراه، مش غايب عن القائمه. فانا اعتقد ان هو لو زهير المترجي لو جاهز بنسبه 70 80% هياخد. زهير المترجي منفس مهم جدا جدا للوداد في خط هجومهم، سامبو جنب زهير المترجي بيمثلوا خطوره كبيره. لو في حاله غياب زهير المترجي ممكن اعتقد نشوف نجم مكان زهير المترجي بشكل اساسي في التشكيل. طيب وسط الارتكاز هل ممكن يحصل فيه تعديل ولا هيلعب بنفس المجموعه؟ وسط الارتكاز عند فريق الوداد اعتقد يعني ان هو من الخطوط اللي عندهم فيها مشكله. الاهلي لما كان بيضغط على الوداد بشكل مستمر في الماتش الاولاني بتاع القاهره ضغط عالي، كان بيجد صعوبه فريق الوداد في بناء اللعب، لان هو ما عندوش في نص الملعب اللي بيخرجه بالكوره بشكل جيد. ولذلك ان الوداد لما كان بيضغط عليه كان بيعتمد على الكرات الطوليه على سامبو اللي هو بيعتبر محطه في الهجوم. الاهلي لو ضغط على خط وسط الوداد سواء جلال او يحيى جبران اكيد هيلاقي حلول، وهيلاقي صعوبه كبيره قوي فريق الوداد انه يخرج بالكوره. ودي احد اهم المفاتيح للنادي الاهلي. الاهلي لو ضغط عالي النهارده على الوداد ما ادلوش مساحات ان هو يلعب الكره الطوليه، اعتقد الوداد هيعاني كتير قدام الاهلي في الخروج بالكوره. طيب الاهلي هل تفضل يكون نفس التشكيل ولا ممكن يحصل تعديل؟ كده كده في حراسه المرمى ممكن اكيد يبدا الشناوي لفارق الخبرات، واكيد عنصر الخبره مهم في المباريات اللي زي دي، ولكن هل تتوقع ممكن يبدا بشريف مكان كهربا؟ يعني توقعاتك انت الشخصيه. انا توقعاتي الشخصيه ان مستر كولر مش هيغير في تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي اللي بدا بيه ماتش القاهره اعتقد هو اللي هيبتدي بيه ماتش الوداد. انت مطلوب منك يكون عندك ثلاثه في نص الملعب، ده مبدئيا قلب الدفاع كلنا متفقين عليه. محمد الشناوي عودته مهمه جدا، ماتش المغرب ده من الماتشات اللي بتبين مدى اهميه الشناوي لاعب خبره، هيفرق جدا جدا حتى على مستوى الثقه لقلب دفاعنا. قلب الدفاع ما فيهوش نقاش اعتقد ياسر وعبد المنعم، وهيكون موجود علي معلول ومحمد هاني، ده خط الدفاع. خط الوسط مش هيشهد تغييرات. انت في ماتش الوداد محتاج لعيبه بدنيا اقوياء. يعني انا معايا ثلاث لعيبه مفيش اقوى منهم حاليا، مروان عطيه، الي يانج، حمدي فتحي. اعتقد ان الثلاثه دول مش هيشهدوا اي تغيير على مستوى الشق الهجومي. فبيرستا وحسين الشحات اعتقد اساسيين. بيرسي لاعب سريع، لاعب في الفتره الاخيره بيقدم مستوى كبير جدا، فارق مع النادي الاهلي. حسين الشحات في الناحيه الشمال هكذا، وحسين دوره مهم قوي. ايمن العملوق بيقوم بدور هجومي، بيتقدم كتير، بيروح الشق الهجومي كتير، يقدر حسين الشحات يعمل ازعاج كبير قوي لايمن العملوق في الحته الشمال دي، وده حصل في ماتش القاهره. واعتقد ان شاء الله باذن الله حسين الشحات هيكون احد اهم مفاتيح اللعب النهارده للنادي الاهلي اللي هتمثل للفريق قوه. خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا اعتقد ان هو ممكن يبدا اساسي النهارده. كهربا لاعب بيعرف يتحرك، بيعرف يستغل المساحات اللي جوه الصندوق. الاهلي محتاج كهربا في الماتش ده، ولكن اتمنى من كهربا ان نص الفرصه النهارده جون، لان الماتشات بتاع النهارده دي بتخلص بالتفاصيل الصغيره. التفاصيل الصغيره ان انا لازم اكون بستغل كل ربع فرصه بتتيح لي، لاني مش عارف الفرصه دي هتجيلي تاني ولا لا. طيب سؤال اخير يا احمد، وهل ده مقياس ولا لا المعلومه اللي هقولها؟ يمكن الوداد السنه دي في 2023 على ارضه في مراحل الادوار الاقصائيه او المباريات الفاصله اللي بتحتاج انه يكسب في ال 90 دقيقه، يعني بيواجه صعوبات بشكل كبير. يعني في كاس العالم للانديه خرج امام الهلال السعودي على ارضه ووسط جمهوره، في لقاء سيمبا التنزاني كسب 1-0 ولجا لركلات الجزاء الترجيحيه، ولولا ركلات الجزاء كان ممكن الوداد يخرج امام سيمبا. امام سان داونز كبير بالظبط، امام سان داونز فشل في احراز اي هدف، وبالتالي الوداد على ارضه ووسط جمهوره هذا العام في 2023 يجد صعوبات في حسم المباراه خلال ال 90 دقيقه. مقياس على النهائي ولا مش مقياس؟ بص يا محمد، الوداد عنده ميزه مهمه قوي عند الوداد، وممكن تكون دي من اقوى الحاجات اللي موجوده في الوداد السنه دي. الوداد فريق عنده شخصيه وخبره، وتحديدا التوليفه اللي عملها وليد الركراكي دي. اللي مؤسس اللعيبه دي هو وليد الركراكي. وليد الركراكي المدرب اللي محقق رابع كاس عالم. اللعيبه دي على مستوى الافراد السنه دي هم مش احسن من السنه اللي فاتت، ومش زي السنه اللي فاتت، ولكن على مستوى المجموعه هي مجموعه عندها ثقه في نفسها جدا. يعني مجموعه بتستقبل هدفين من النادي الاهلي في استاد القاهره، والاهلي افضل، ورغم ذلك بيتماسكوا بيحاولوا ان هم يرجعوا في الجيم. دي شخصيه حصلت قدام صن داونز الجنوب افريقيا، ان هم يكونوا متعادلين على ملعبهم 0-0 رغم ان صن داونز مطلوب منه واحد، ويروحوا جنوب افريقيا يتعادلوا مع نسخه قويه جدا لصن داونز قدر الوداد ان هو يكسيها. فريق الوداد ايوه ممكن يكون بيحقق نتائج مش افضل حاجه على ارضه السنه دي، ولكن ماتش النهائي ليه حسابات ثانيه. النهائي محتاج تكسب فيه، محتاج يكون ليك الغلبه فيه، لازم تكون انت اللي مركز اكتر، انت اللي صاحب الخبره اكتر، انت اللي بتحاول تتحكم في ريتم المباراه اكتر، انت اللي في اللحظات الصعبه بتحافظ على هدوءك. الاهلي افضل من الوداد على مستوى الافراد وعلى مستوى المنظومه، وده باين في ماتش القاهره.
الفيصل في الموضوع من وجهة نظري هو مش نتائج الوداد في الفترة الأخيرة، لأن ممكن يكون الوداد بيتعثر في النتائج الفترة الأخيرة ويجي في ماتش النهائي يقدم لك ماتش كبير جدا. فأنت عشان تتلاشى ده، عشان تحاول إن أنت تظهر فرق الكورة، إن لعيبة النادي الأهلي لعيبة كورة فعلا ولاعيبة عندها كورة أكتر من الوداد السنة دي تحديدا، ده هيظهر أما أنت تكون مركز أكتر، أما أنت تكون محافظ على هدوءك، أما أنت تكون أعقل، أما أنت تكون مش بتتوتر في اللحظات اللي هي ممكن يكون الجيم متوتر فيها، حافظ على هدوءك، هنا هتقدر تقدم كورتك اللي هي شفناها في ماتش القاهره وكانت جودتها احسن وكانت خطورتها اكتر، والاهلي وصل لمرمى الوداد اكتر من الوداد بشكل كبير قوي، ولو غاب التركيز في فترات كده كان ممكن الاهلي يخلص الماتش ده بنسبه أكيد. كبيره من القاهره. اكيد. الزميل العزيز احمد الحنفي محلل الاداء الفني، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات واطلاله فنيه مهمه جدا على موعد او مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، كان مهم جدا نلقي الضوء على تفاصيل مهمة بخصوص هذه المباراة. ولكن النقطة الأهم، نتمنى النهاردة إن شاء الله الوداد ما يكونش في حالته ولا في جاهزيته ولا يقدر يعمل مفاجأة. أنا أتمنى الوداد النهاردة بنفس القياس اللي خدناه في الثلاث مباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية اللي لعبهم على الأرض، سواء في كأس العالم للأندية أو حتى في مرحلة الدور ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يجد صعوبات لا يكسب بشكل يديله أريحية. نتمنى النهارده الاهلي هو اللي يقول كلمته على مركب محمد الخامس. اخر اخبار الترند نتابع، لان في كلام مهم جدا النهارده في ترند الاهلي. الفرص اللي احنا بنخلقها كبيره جدا. شناوي يبدع مش ممكن. سلام يا الله، ما بعدهاك يا ميسي. يلا صلاح اخر اخبار الترند، والبدايه بترند الاهلي. لكن قبل ما اروح لترند الاهلي، رئيس الاتحاد الافريقي باترس موتسيبي يمكن وصل لي منذ لحظات انه وصل منذ لحظات قليله جدا الى المغرب لحضور مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، وبالتالي دكتور باترس موتسيبي النهارده هيكون موجود في مركب محمد الخامس لتسليم كاس البطوله وميداليات المركز الاول والثاني. ونتمنى يا رب باذن الله ان باترس موتسيبي يسلم محمد الشناوي كاس البطوله ويتوج الاهلي باذن الله ببطوله دوري ابطال افريقيا. طيب نروح بقى لترند الاهلي، والبدايه بحساب الاتحاد الافريقي، حساب دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. الوداد والاهلي ملعب محمد الخامس، مباراه اياب نهائي دوري الابطال، قمه كبيره لتحديد البطل، مستعدون؟ ان شاء الله الاهلي مستعد وفي كامل الجاهزيه. المباراه تتلعب الساعه 7 بتوقيت جرينتش، يعني الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. وطبعا صوره لابرز اثنين لعيبه سواء علي معلول او حتى زهير المترجي من امام مسجد الحسن الثاني في كازابلانكا. كوره بلس، وبيتكلموا على تاريخ اليوم الاحد 11 يونيو. الارقام لا تكذب وايضا لا تتجمل، دائما ما يكون للارقام دلاله وقد يكون لك منها نصيب. من كازابلانكا الحادية عشر تناديك يا اهلي، اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب نروح بقى لحساب اتحاد الكورة والصفحة الرسمية لاتحاد الكورة، امبارح عملت بوست خاص بالنادي الأهلي وكتبت كل التوفيق للنادي الأهلي ممثل مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، شجع مصر أدعم الأهلي، وصورة لكولر مع لاعبي النادي الأهلي. شيء رائع إن اتحاد الكورة يبدأ في نشر البوستات والخاصة بدعم النادي الأهلي إنه ممثل مصر في هذه البطولة. طيب حساب يلا كورة والتشكيل المتوقع اللي ممكن الاهلي يلعب بيه مباراه النهارده امام الوداد. عوده الشناوي، تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهه الوداد. الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، وسط الارتكاز ديانج، حمدي، مروان. بصوا بقى يعني دي التركايه من خلال مصادر ليلا كوره،
السولية ممكن يكون لاعب وسط رابع، او الاهلي يبدا بالشحات وتو ويكون شريف على حساب كهربا. يعني دي طبقا للمصادر الخاصه بيلا كرة، ولكنها كلها اجتهادات، اكيد اجتهادات بنسبه كبيره، لان كولر محدش بيقدر يعرف تشكيله ازاي. طب زي ما انتم شايفين دي لقطات حيه من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ويمكن شايفين طبعا عدد من الافارقه موجودين في فندق الاقامه وبياخدوا لقطات تذكاريه مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي، وشايفين طبعا دعابه كولر هيتصور مع واحد بقى اطول منه شويه، فبيقول له يعني ايه الصوره هتبقى صعبه، فان شاء الله باذن الله التفاؤل اللي احنا شايفينه ده والصوره الرائعه اللي هيعملها كولر دلوقتي مع جماهير النادي الاهلي. انا مبسوط جدا بالتفاؤل وبالنظره، نظره الابتسامه اللي عند كولر، وبيتعامل حتى مع الجماهير في توقيت زي ده. على فكره بتتكلموا قبل ميعاد المباراه باربع ساعات وربع، يعني المفروض دلوقتي مثلا يكون ايه في مدارس كده تقول لك لا اقفل على نفسك، ما تقابلش حد، ما تتصورش مع حد، لكن كولر لا، يعني راجل اوروبي على الطريقه الحديثه. الكره يا جماعه متعه، بتحضر وبتشتغل وبتركز، لكن في نفس الوقت بتعيش حياتك، بتقابل كل المشجعين، بتلتقط صور تذكاريه قبل ميعاد المباراه، والناس مجرد ما شافت كولر التقطت معاه صور تذكاريه. اللقطات دي على فكره ممكن تحمس كولر بشكل كبير قبل ميعاد المباراه، هو طبعا متحمس جدا، ولكن اللقطات اللي زي دي بتبقى بتديك دلاله كده ان الفرقه الحمد لله ممكن تكون في جاهزيه كبيره فنيا وذهنيا وبدنيا. طيب كره بلس النهارده القى الضوء برضو على التشكيل المتوقع من خلال مصادر او وجهه نظر ليهم، ولكن تشكيل كره بلس مختلف عن تشكيل يلا كوره. كره بلس قالوا الشناوي، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطيه، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا. ده تشكيل المتوقع لكرة بلس، وانا اعتقد نفس التشكيل اللي لعب لقاء الذهاب فيما عدا مشاركه الشناوي مكان مصطفى شوبير. ملعب القاهره 24 بيقول ان في مكافاه خاصه للاعبي الاهلي حال التتويج بدوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي لو فاز بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله النهارده، بلاش كلمه لو بتفتح عمل الشيطان، اذا ربنا كرمنا النهارده بالفوز بدوري ابطال افريقيا، الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله يعني هيحصد 4 مليون دولار. دي جائزة البطولة في النظام الجديد اللي أقره الاتحاد الإفريقي في الشهور الماضية، وبالتالي طبعا أكيد يعني قيمة المكافأة هتختلف وهتزيد بالمقارنة أو بالتساوي مع زيادة القيمة نفسها من الاتحاد الإفريقي. فإن شاء الله بإذن الله في حوافز كتيرة جدا، ولكن قبل الحوافز المادية اللعيبة نفسها من جواها عايزة تعمل تاريخ، فده شيء مهم جدا أكيد في الاستعداد لمثل هذه الأحداث الرياضية. كورة بلس بيقولوا إن في طلب وتحذير. كولر قال ايه للعيبه الاهلي قبل ساعات من لقاء الوداد؟ كولر تحدث مع لاعبي الاهلي في الساعات الاخيره، طلبهم بضروره استغلال الفرص امام مرمى الوداد والتركيز على الهدف الاساسي والتتويج بلقب دوري ابطال افريقيا، ولكن حذرهم من عدم التركيز خلال زمن المباراه، لان المباراه 90 دقيقه لازم تكون في كامل تركيزك، وفي نفس الوقت تركز بشكل كبير جدا في المباراه طوال ال 90 دقيقه. دي يعني تعليمات كولر، واكيد من غير ما نسال اكيد اي مدرب في اي مباراه سواء نهائيه او حتى مباراه في الدوري، دي اهم النقاط اللي المدرب بيشتغل فيها مع لعيبته. كوره 11 وبيتكلموا في الطريق نحو الحاديه عشر، خزائن الاهلي مستعده لتنتعش باموال طائله حال التتويج بالاميره السمراء. يا رب باذن الله ان شاء الله يكون النهارده الفوز حليف النادي الاهلي باربعه ملايين دولار. خزائن الاهلي تنتعش باموال طائله حال تتويج بدوري الابطال، ده كنت بتكلم فيه دلوقتي. الوصيف بياخد 2 مليون دولار، على فكره الجائزه القديمه كانت البطل بياخد 2.5، بقت 4 مليون. الوصيف دلوقتي هياخد 2 مليون، وكانت قبل كده بتتكلم فيه 1,250,000 دولار، فالجوائز تم مضاعفتها بشكل كبير جدا. طيب حساب يلا كوره عاجل، الدرك المغربي يتدخل، الدرك المغربي اللي هي الشرطه يعني او البوليس هناك في المغرب. يلا كوره يكشف كواليس ما حدث امام فندق الاهلي في ليله مواجهه الوداد. تفاصيل خبر بيقولوا ان البعثه تعرضت لبعض المضايقات، لكن قوات الشرطه يعني في المغرب تدخلت لايقافها. بعض من الجماهير كانت مجموعه من صغيره يعني حضرت امام الفندق، قاموا بالهتافات لفريقها استخدام الالعاب الناريه، لكن طبعا زميلنا كريم احمد قال ما كانش في العاب ناريه، كان في بعض الكلاكسات الخاصة بالعربيات، أكنك كده مثلا في زفة في الشارع الرئيسي في كازابلانكا، ولكن سرعان يعني ما تدخلت الشرطة وتم فض هذا التجمع، وده شيء معتاد بنشوفه حتى في الفترات الأخيرة، لكن المهم إن شاء الله الأهلي يكون جاهز
لخوض هذه المباراة، والفرق الكبيرة ما بتقفش عند التفاصيل الصغيرة اللي زي دي، والأهلي يقدر بإذن الله يتخطى هذه المواجهة الصعبة. في الجول بيقولوا إن مدربين أجانب حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي في أول موسم لهم. مانويل جوزيه في 2000-2001 في أول سنة تولى فيها المسؤولية فاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. بيتسو موسيماني لما جه في مرحلة الدور نصف النهائي وواجه الوداد الرياضي المغربي، كسب الوداد ذهابا ايابا وفاز في اول سنه ليه في دوري ابطال افريقيا، وكان ساعتها مش اول سنه، ده في اول ماتشين ثلاثه لعب الوداد رايح جاي، لعب الزمالك في المباراه الفاصله، خد دوري ابطال افريقيا من ثلاث لقاءات. مارسيل كولر في اول موسم يلعب اليوم نهائي دوري الابطال، يا رب باذن الله يكون ثالث مدرب مع الاهلي في اول موسم يفوز بدوري ابطال افريقيا. طيب نروح للمشاركات، واستاذ احمد عاشور بيقول ان شاء الله تعالى فوز الاهلي باذن الله، ده أول تعليق معنا. نروح لأستاذ محمد فتح الله بيقول فوز الأهلي، لم يتوقع النتيجة ولكن توقع فوز الأهلي، وكمان لم يتوقع مين هيسجل الأهداف. أستاذ إسلام بيقول نتيجة 1-1، طبعا دي النتيجة اللي تؤهل الأهلي لفوز بدوري أبطال إفريقيا. أستاذ إبراهيم بيقول إن شاء الله فوز النادي الأهلي 1-0، بالتوفيق للنادي الأهلي. أستاذ علاء الدين بيقول إن شاء الله فوز الأهلي 2-0، حسين الشحات وحمدي فتحي. أستاذ محمد عبد النبي بيقول إن شاء الله وبفضله علينا 3-0 للأهلي، البطولة أهلاوية بمشيئة الرحمن، حسين الهدف الأول، تاو الهدف الثاني، كهربا الهدف الثالث، الشناوي كلين شيت، اللهم اجعله يوم فرح وسرور على جمهور الأهلي، آمين 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 يا رب العالمين. أستاذ محمد بيقول الأهلي بإذن الله فائز 0-2، يا رب إن شاء الله. أستاذ حازم محمد بيقول إن شاء الله 2-0 للأهلي، يعني الناس مش بتتوقع بس نتيجة إيجابية وتعادل وفوز، لا ده كمان بيتوقع فوز الأهلي إن شاء الله. أستاذ عاطف بيقول إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونفوز 0-2، أنا متفائل بفوز الأهلي وواثق بفريقنا النسر الأحمر، أهلاوي من فلسطين. النهاردة رتبة مشجعي الأهلي بفلسطين عاملة تجمع لكل الجماهير الأهلاوية لمشاهدة المباراة. أستاذ عصام محمود بيقول 1-1 وبإذن الله نرجع بالكاس، يعني كل الناس متفائلة، محدش حتى بيقول لك ايه ممكن نوصل لركلات الجزاء الترجيحيه، لا الناس كلها متفائله وعندها عزيمه ان الاهلي يقدر يكسب النهارده في التسعين دقيقه، اذا ما كانش 1-0 يبقى 2-0 او حتى على اقل تقدير تعادل ايجابي 1-1. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي النهارده في الفوز بهذه البطوله الغاليه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.